أثبتت دراسة حديثة أن المخزون السمكي المحلي في مملكة البحرين قد أصيب بتراجع حاد، وأرجعت الدراسة التي أعدها أحد الخبراء لصالح إدارة الثروة السمكية قيام الصيادين بممارسات سلبية خاطئة من شأنها إلحاق الضرر بالبيئة البحرية ممثلة في عمليات الصيد بشباك الجر القاعية. كما أشاد عدد من الخبراء والمختصين بالثروة البحرية بموافقة مجلس الوزراء الموقر مؤخرا على عدد من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم المصائد السمكية وتطوير وتنمية الثروة البحرية عبر مجموعة من الإجراءات والقرارات التنفيذية.